احنا النهارده اتكلمنا عن حادثه من اهم احنا اتكلمنا النهارده عن حادثه من اهم الحوادث، حادثه ثبات حضره النبي وتعليم الامه كيف تثبت. واحنا اتكلمنا ازاي كل واحد فينا يبقى عنده ثبات. تعالوا نكرر الثبات ده ونحس دايما ان احنا في مدد ربنا، ونقبل على الله سبحانه وتعالى ونفتقر اليه. بس كمان واحنا بنفتقر اليه لازم ناخد مدده اللي موجود في العلم، لازم دائما نعرف ان كل ما تعلمنا كل ما يزداد ثباتنا، ولازم في نفس الوقت يكون ثباتنا دوت هو اللي بيتقلنا فنبقى الين وارحم وارفق بالناس. ما شفتش حاجه تخلي الواحد واثق من نفسه قد الرحمه، قد الخير، قد الجمال. تقل نفسك بالرحمه والخير والجمال، وقول معايا دايما: وحقق يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. ارزقنا الثبات على حب حضرة النبي يا رب، وما تجعلش الأيام المباركة دي تمر إلا وحبه ثابت في قلوبنا، ويعلمنا الثبات على الافتقار لك وعلى التعلم وعلى إن إحنا نكون رحمة للعالمين. اجعلنا يا رب مع سيد المرسلين بالرحمة والخير والجمال، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا ربنا اقبلنا في المحبوبين وفي أهل الثبات على هذا الدين يا رب العالمين.